هرحب بيكم معايا سنة ستة في باقي درسنا اللي كان بيتكلم عن الأكسجين. مراجعة سريعة على اللي احنا كنا قلناه. احنا قلنا الأكسجين موجود في صورة غازية، الأكسجين ماله موجود في صورة غازية، وقلنا ان نسبته 21%. يعني ايه 21%؟ يعني بيمثل خمس حجم الهواء. الأكسجين موجود في صورة جزيء. في صورة ايه؟ جزيء. يعني ايه جزيء؟ يعني الذرات متشابهة. جزيء ثنائي الذرات برمز له بالرمز O2. الأكسجين ده موجود فين؟ موجود في الغلاف الجوي. وعرفنا ان الغلاف الجوي هو طبقة من الغازات محيطة بالكرة الأرضية ومنجذبة إليها بفعل الجاذبية الأرضية. وعرفنا ان الغلاف الجوي ليه أهمية. ايه هي أهميته؟ عرفنا ان هو بيوجد به غاز الأكسجين اللي بستخدمه في عملية التنفس، بيعمل على اعتدال درجة الحرارة، بيحمينا من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة، بيوجد به أجسام عالقة. الأجسام العالقة ديت اللي هي التراب والغبار، بيتكثف حولها بخار الماء وبيكون السحب اللي بتسقط على هيئة أمطار. وعرفنا إن الأكسجين أنا بستخدمه في عملية التنفس والاحتراق. بستخدم الأكسجين في عملية التنفس والاحتراق. حضرنا الأكسجين المرة اللي فاتت، حضرناه من إيه؟ حضرناه من فوق أكسيد الهيدروجين. حضرناه من فوق أكسيد الهيدروجين. فوق أكسيد الهيدروجين ده بيحصل له إيه؟ هينحل. هينحل يعني هيتفكك. هيتفكك إلى ماء وأكسجين. بس لازم يكون موجود عندي عامل مساعد أو عامل حفاز، اللي كان موجود معايا ثاني أكسيد المنجنيز. وعرفنا إن الأكسجين بستخدمه في عملية التنفس والاحتراق، ورغم كده نسبته ثابتة لا تتغير. ليه؟ لأن النباتات الخضراء تعوضه من خلال عملية البناء الضوئي. وعرفنا إن مصدر الأكسجين على سطح الأرض هو النبات الأخضر من خلال عملية البناء الضوئي. نكمل درسنا ونشوف يا أولاد إيه هي خصائص غاز الأكسجين. خصائص الأكسجين يعني مميزاته. طبعا أنا حضرت الأكسجين، بقى عندي مخابير كذا مخبار في غاز الأكسجين. هنبتدي بقى نشوف الأكسجين. أدي مخبار الأكسجين اهوت، هبتدي أطلعه وهقرب منه شظية مشتعلة أو عود كبريت وهقربه منه، وهقرب منه شريط مغنيسيوم، وهنشوف ايه هي خواص الاكسجين. اول خاصية من خواص الاكسجين ان هو غاز عديم اللون والطعم والرائحة. يبقى الاكسجين اول خاصية من خواصه اللي هو عديم اللون والطعم والرائحة، ولا ليه ولا لون ولا طعم ولا رائحة. رقم 2، قليل الذوبان في الماء. يعني ايه قليل الذوبان؟ يعني شحيح. يعني ايه شحيح؟ يعني بيدوب بس بنسبة بسيطة جدا. يبقى الأكسجين شحيح الذوبان في الماء. خصائص الأكسجين كمان مرة، عديم اللون والطعم والرائحة، شحيح أو قليل الذوبان في الماء. رقم 3، لا يشتعل. هو ما بيشتعلش ولكنه يساعد على الاشتعال، بيساعد على الاشتعال. يبقى الأكسجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. كمان مرة، الأكسجين ماله؟ لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. ايه كمان؟ أثقل من الهواء. أثقل من الهواء. الأكسجين ماله؟ الأكسجين أثقل من الهواء. يعني ايه أثقل من الهواء؟ يعني كثافته أكبر من كثافة الهواء. بيحل محل الهواء. يعني ايه؟ يعني بيحضر بإزاحة الهواء إلى أعلى. بيحضر بإزاحة الهواء إلى إيه؟ أعلى. بيطلع الهواء لفوق عشان الهواء أخف منه، وهو أثقل تقيل فهينزل لتحت. فبقول أثقل من الهواء. بخصائص الأكسجين، عديم اللون والطعم والرائحة، قليل الذوبان في الماء، لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال، أثقل من الهواء فيحضر بإزاحة الهواء إلى أعلى. إيه كمان؟
يتحد مع شريط المغنيسيوم. لو عندي شريط مغنيسيوم هيتفاعل معاه وهيكون حاجة اسمها أكسيد إيه؟ مغنيسيوم. وأكسيد المغنيسيوم ديت مادة إيه؟ مادة بيضة. طب يا مستر أنا عرفت إزاي إنه هيتفاعل مع المغنيسيوم وهيعطي أكسيد مغنيسيوم؟ أنا عندي يا أولاد الأكسجين ده في ليه نوعين، اتنين من أنواع التفاعل. ليه تفاعل سريع، بس التفاعل السريع ده هينتج عنه حرارة، ففي الحالة دي هسميه تفاعل احتراق. هسميه تفاعل إيه؟ احتراق. بأول حاجة عندي تفاعل هسميه تفاعل ايه؟ تفاعل احتراق. ليه سميته تفاعل احتراق؟ عشان بينتج عنه حرارة. وعندي كمان تفاعل بيتم ببطء، بس لازم يكون في وجود الرطوبة اللي هي بخار الماء، وهيكون تفاعل تاني اسمه أكسدة أو تأكسد زي صدأ الحديد. يبقى عندي نوعين اتنين من أنواع التفاعل، تفاعل سريع وتفاعل بطيء. بس اللي هو طلب منك انواع التفاعلات هقول له تفاعل احتراق وتفاعل اكسده. اكسده زي مين؟ اكسده زي صدأ الحديد. طب يجي ازاي السؤال؟ يجي يقول لي للاكسجين نوعان من التفاعل، هو نقط ونقط، تفاعل احتراق وتفاعل اكسده. ممكن يقول لي مصطلح علمي، نوع من انواع تفاعلات الاكسجين يتم بسرعه وينتج عنه حراره، طالما نطق حراره هسميه احتراق. نوع من انواع التفاعلات الاكسجين يتم ببطء في وجود الرطوبه هسميه تفاعل ايه؟ تفاعل اكسده او تاكسد. من خواص الاكسجين عديم اللون والطعم والرائحه، شحيح الذوبان في الماء، لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال، واثقل من الهواء، بيتحد مع شريط المغنيسيوم المشتعل عشان الاكسجين بيساعد على الاشتعال، ويكون اكسيد مغنيسيوم، وده ماده ايه؟ ماده بيضه. طيب يا ولاد انا عاوز اعرفك حاجه، انا اعرفك كمان من خواص الاكسجين. من خواص الاكسجين رقم 6، ان الاكسجين ده بيتحد مع معظم المواد، معظم المواد اللي قدامه بيتحد معاها ويكون اكاسيد. وبيكون ايه؟ أكاسيد. إزاي؟ يعني لو عندي أكسجين، الأكسجين تفاعل مثلا مع النحاس هيعطي إيه؟ هيعطي أكسجين، يبقى أكسيد. أكسيد إيه؟ أكسيد نحاس. طب لو تفاعل مع الحديد هيعطي أكسيد حديد. تفاعل مع المغنيسيوم فيعطي أكسيد إيه؟ مغنيسيوم. ليه؟ لأن الأكسجين يتحد مع معظم المواد ويعطي أكاسيد. إيه كمان من خواص الأكسجين؟ عندي ورق اسمه ورق دوار الشمس او عباد الشمس، ده ورق بنستخدمه في المعمل، عندي منه اللون الاحمر واللون الازرق. لو حطيت ورقتين عباد الشمس او دوار الشمس في مخبار به اكسجين هلاقي ان لونها ما بيتغيرش، فبقول عليه متعادل التأثير على ورقتي دوار الشمس او عباد الشمس. ويقول لي ماذا يحدث؟ تم وضع ورقتي دوار الشمس في مخبار به اكسجين، هقول له لا يحدث شيء لان الاكسجين متعادل التاثير على ورقتي عباد الشمس. طب تعال نشوف الاكسجين ده انا بستخدمه في ايه، او ايه هي اهميه الاكسجين. طبعا ليه استخدامات كتيره جدا، انا قايله لك ان انا بستخدمه في عمليه التنفس والاحتراق. بستخدمه في عملية ايه؟ التنفس والاحتراق. يبقى أول حاجة من أهمية الأكسجين يستخدم في عملية التنفس والاحتراق. ايه كمان؟ الأكسجين ده بيدخل في تركيب الايه؟ المية. بيدخل في تركيب مين؟ المية. ازاي؟ ذرة أكسجين، يبقى ذرة أكسجين واحدة تتحد مع ذرتين هيدروجين H2 مكونة للمية اللي هي H2O. يبقى دلوقتي الأكسجين بيدخل في تركيب الماء، تتحد ذرة أكسجين مع ذرتين هيدروجين مكونا ايه؟ جزيء الماء. ايه كمان؟ بيكون لي طبقة اسمها طبقة الأوزون أو غاز الأوزون. طب هي بتتكون من ايه؟ بتتكون من 3 ذرات من الأكسجين، عشان كده برمز لها بالرمز اهوت O3. برمز لها بالرمز ايه؟ O3. طبقة الأوزون ديت يا ولاد بتحمي الشمس من الإشعاعات الضارة اللي هي الفوق البنفسجية القادمة من الشمس.
يبقى غاز الاكسجين ايه هي اهميته؟ بستخدمه في عملية التنفس والاحتراق، بيدخل في تركيب الماء حيث تتحد ذرة اكسجين مع ذرتين هيدروجين مكونا جزيء الماء. بيكون لي غاز الاوزون اللي بيتكون من ثلاث ذرات اللي هو O3. غاز الاوزون هيشكل طبقة الاوزون اللي هي برضو رمزها O3، ودي طبقة في الغلاف الجوي بتحمينا من الاشعة الضارة اللي هي الفوق بنفسجية القادمة من الشمس. كمان انا بعبي الاكسجين ده جوه اسطوانات، بيبقى جوه اسطوانة ليه؟ عشان استخدمه في التنفس الصناعي للمرضى اللي بيعانوا من صعوبات التنفس. الانسان اللي عنده صعوبة في التنفس بنوصله بجهاز التنفس الصناعي، بيبقى عبارة عن انبوبة اكسجين. كمان بستخدمه اثناء اجراء الجراحات في العمليات، بيبقى معانا انبوبة اكسجين، لان المريض لو اصاب باي حاجة نقص اكسجين يبقى هنوصله بالانبوبة الاكسجين. بستخدمه في الغوص تحت الماء ليه بستخدمه في الغوص تحت الماء؟ علل. طبعا الميه ديت انا عارفه ان الاكسجين بيبقى فيها اكسجين زائد، بس الانسان لا يستطيع تنفس الاكسجين الزائد في الماء، يبقى يستخدم الاكسجين في الغوص تحت الماء. ليه؟ علل. لان الانسان لا يستطيع تنفس الاكسجين الزائد في الماء. طب مين اللي بتنفسه؟ اللي بتنفسه الاسماك، بس بتنفسه عن طريق الخياشيم. تنفسه عن طريق الايه؟ الخياشيم. يبقى الاكسجين الزائد انا ما بقدرش اتنفسه، بس الاسماك بتتنفسه عن طريق الخياشيم. طب ايه اللي هيحصل لو كان الاكسجين ده لا يذوب؟ لو الاكسجين ده ما بيدوبش يا اولاد كان ايه اللي حصل؟ الاكسجين ده لو ما بيدوبش كانت الاسماك لا تستطيع التنفس وكانت هتموت. طب بستخدم الاكسجين في ايه كمان؟ بستخدمه في تسلق الجبال. علل. ليه بستخدمه في تسلق الجبال؟ لان نسبه الاكسجين بتقل كلما ارتفعنا عن سطح الارض، كل ما بنطلع لاعلى نسبه الاكسجين بتقل. بستخدم الاكسجين كمان في ايه؟ بستخدمه في قطع ولحام المعادن. ازاي؟ بجيب غاز الاسيتالين واحط عليه الاكسجين زائد غاز الاكسجين هيديني لهب الاسيتالين. ده اسم اللهب اللي بستخدمه في قطع ولحام المعادن. طب اللهب ده درجة حرارته بتوصل لكام؟ ل 3500، ودي كافية إلى صهر المعادن. يبقى بستخدمه في قطع ولحام المعادن، بحط عليه غاز الأسيتالين، هينتج عندي الأوكسي أسيتالين، وده درجة حرارته بتصل إلى 3500 درجة، عشان كده أنا بستخدمه في صهر المعادن. شكرا يا سنة ستة، وقابلكم إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله.